أخبار هامة وعاجلة للشعب العراقي وردتنا الآن. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق. قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. مالية البرلمان تعلق على الموعد الأولي المحدد من إدارة الدولة للتصويت على الموازنة. أكدت اللجنة المالية النيابية عن سعيها لتقديم الموازنة للبرلمان بالموعد المحدد من ائتلاف إدارة الدولة. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيانه إنه في الوقت الذي تعكف فيه اللجنة المالية النيابية على مراجعة وتدقيق بنود وجداول موازنة 2023 التي وصلت إلى مراحل متقدمة، تلقينا بارتياح وترحيب كبيرين بيان ائتلاف إدارة الدولة الذي حدد يوم 17 من الشهر الجاري موعدا أوليا للتصويت على الموازنة. مستشار حكومي يكشف سبب عودة ارتفاع الدولار، انخفاضه مسألة وقت. كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح سبب عودة ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، فيما أشار إلى أنه أمر مؤقت. وقال صالح إن عودة ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي أمر مؤقت، مبينا أنه خلال أيام قليلة سيعود للانخفاض من جديد لحين الاستقرار إلى السعر الرسمي أو قريب جدا من السعر الرسمي. وبين أن الارتفاع المؤقت هو بسبب قيام عصابات الجريمة المنظمة بعملية تهريب العملة من جديد عبر بطاقات الدفع المسبق الإلكترونية، لكن هنالك إجراءات حكومية وأمنية صارمة للتصدي لهذه العصابات، ولهذا السعر سيعود للانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة. وشهدت أسعار صرف الدولار اليوم وخلال الأيام القليلة الماضية قفزة كبيرة حتى تجاوز سعر البيع 148 ألف دينار لكل 100 دولار. المالية، عدم جواز حجز أكثر من 50% من الحقوق التقاعدية للموظف. أصدرت وزارة المالية توضيحا من الدائرة القانونية في وزارة المالية الذي يشير فيه إلى عدم جواز حجز أكثر من 50% من الحقوق التقاعدية للموظف لأغراض القروض. وقالت الوزارة لا يجوز حجز أكثر من 50% من الحقوق التقاعدية للموظف لأغراض القروض، والذي يعني إمكانية ترويج المعاملة التقاعدية للموظف باعتبار أن مبلغ القرض كان يسدد من راتبه أثناء خدمته بالإمكان استقطاعه من راتبه التقاعدي. التجارة تستعد لمراقبة أعداد وأسعار الصمون والخبز في الأفران. حذرت وزارة التجارة العراقية أصحاب الأفران والمخابز من ظاهرة تحديد أعداد قليلة من الصمون والخبز مقابل الأسعار المتعارف عليها بالرغم من توفر مادة الطحين. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن وزارة التجارة ستعمل على مراقبة ومتابعة بيع الصمون والخبز من قبل الأفران والمخابز والكميات المباعة للمواطنين، وهنالك حملة ميدانية لمتابعة ذلك الأمر. وبين حنون أن وزارة التجارة ستعقد اجتماعات مع أصحاب الأفران والمخابز عبر لقاء رابطة تمثلهم، وخلال الاجتماع ستوضح التجارة خطورة التلاعب في أسعار بيع الصمون والخبز رغم توفره وبأسعار مدعومة وأسعار ثابتة في السوق دون أي ارتفاع أو شحة. وأضاف أنه بعد إيصال التحذير لهم بشكل مباشر وشفهي ستكون هنالك إجراءات قانونية صارمة ورادعة بحق كل من يتلاعب بأسعار الصمون والخبز، وستكون هنالك متابعة معنا من قبل الأمن الوطني والجريمة الاقتصادية، وهذا الأمر سوف يشمل كل العراق. يبيع أصحاب الأفران في الوقت الحالي قرابة 8 صمونات أو 5 أرغفة خبز مقابل 1000 دينار عراقي. التربية النيابية تبشر الطلبة الراسبين بعد العودة للأدب والعلمي. بشر النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية محمود حسين القيسي الطلبة الراسبين بعد إلغاء نظام الأحياء والتطبيق. وقال القيسي في بيان بعد قرار وزارة التربية إلغاء نظام الإحياء والتطبيق والعودة إلى العلمي والأدبي، يوجد بعض الطلبة الذين رسبوا هذه السنة فوضعت لهم الوزارة خيار امتحان درس أو درسين بنظام المحاولات. وأضاف أما الراسبين بالكامل فسيعتبر عدم رسوب لهم لهذه السنة فقط 2022-2023 لكي لا تؤثر عليهم، ومن حقهم اختيار العلم والأدب
كي لا تضيع حقوقهما. وأوضح القيسي سيكون من حق الراسبين هذا العام بدرس أو درسين العمل بنظام المحاولات أو إعادة السنة في الفرع العلمي، وتعتبر السنة عدم رسوب له. الموازنة تقترب من نهايتها، والمالية النيابية تبدأ بتدقيق بنودها. بدأت اللجنة المالية النيابية بتدقيق البنود والجداول الواردة في مشروع قانون الموازنة المالية، وذكر بيان للدائرة الإعلامية البرلمانية: اجتمعت اللجان الفرعية عن اللجنة المالية الخاصة بدراسة وإضافة بنود على الموازنة وتعديلها ودراسة تفاصيل تخصيصات جهات الإنفاق والجداول المدرجة في الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و24 و25، وتدقيق تفاصيل الأرقام الواردة. وشددت اللجنة بحسب البيان على ضرورة تحديد كيفية الإنفاق حسب حاجة المؤسسات وإدارة الأموال بهدف تحديد المصادر والأولويات في تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات الدولة. وأضاف البيان: أعدت اللجنة الخاصة بالبنود النصوص التي تروم إضافتها على بنود الموازنة وتحديد الأفكار والرؤى المتعلقة بمجالات الضرائب ورسوم شراء البنزين المحسن المستوردة، بحيث تعود المبالغ إلى خزينة الدولة بعد بيعه، إضافة إلى ملف رسوم شركات الهاتف النقال وضريبة تعبئة الرصيد ورسوم شبكات التواصل الاجتماعي، وإلزام وزارات الكهرباء والاتصالات والإعمار والجهات المعنية بفرض الرسوم والجبايات. ويتم تقييم كافة وحدات الإنفاق في استحصال الإيرادات للحفاظ على المال العام، إضافة إلى معايير تخمين شراء العقار. كما قامت اللجنة الخاصة بدراسة الجداول بتحليل الأرقام المالية وتدقيق البيانات التفصيلية بشأن مبالغ المستلزمات الخدمية والسلعية والبرامج الخاصة والمساهمات والبرنامج الحكومي لإمكانية إجراء المناقلات بين أبواب الصرف حسب حاجة وحدات الإنفاق وفقا لجدوى اقتصادية، فضلا عن المبالغ المالية لعقود بعض الوزارات والتمويل المركزي في سبيل دعم مشاريع المحافظات والرعاية الاجتماعية والشركات المنتجة. وأعلنت اللجنة المالية استمرارها بعقد الاجتماعات لحين الوصول إلى الصياغة المثلى في تعديل الفقرات والبنود لتحقيق الأهداف المحددة لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية. وكان ائتلاف إدارة الدولة الكتلة النيابية الأكبر حددت يوم 17 أيار موعدا للتصويت على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب. رومانوسكي تغرد بعد لقاء جمعها بالمالكي. غردت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق آلينا رومانوسكي بعد لقاء جمعها برئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي. وقالت رومانوسكي في تغريدة: إنه كسفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألتقي بشكل متكرر بقادة الكتل السياسية العراقية. اليوم أجريت مناقشة بناءة مع رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي حول توسيع العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، بما في ذلك أهمية تحسين أمن العراق واستقراره وسيادته.